بسم الله. كنا واقفين عن ان احنا عايزين نجيب ال بتاعة الملف ده، تمام؟ عايزين نحسبها. قلنا نقدر نحسبها من القانون بتاع الزد اللي هو العادي، عندنا جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي كل تربيع. عندي الار موجودة وعندي الزد ب10 وعندي الاكس سي جبتها ب6، يبقى مفيش مجهول عندي غير الايه؟ غير الاكس ال. طب بس ناخد بالنا، ماشي، احنا كده عندنا ده مجهول، بس المجهول ده موجود تحت جذر، عايزين نطلعه بره الجذر، نعمل ايه؟ نقول ان اكس ال، يعني ناخد نربع الطرفين، انا عايزه اضيع جذر يبقى لازم اعمل تربيع للطرفين اللي هي 10 وهنخليها 100، والتربيع هيضيع الجذر ده، يبقى 64 زائد اكس ال ناقص اكس سي كل تربيع. تمام، فهمتوا الخطوه اللي اتعملت دلوقتي يا جماعه؟ يعني هربع اللي بعد يساوي واللي تحت الجذر الطرف ينزل زي ما اليمين هو. والشمال هتربع الاثنين، فلما تربع ال10 تبقى 100، ولما تربع حاجه عليها جذر التربيع هيضيع الجذر، يتبقى اللي جوه الجذر بس اللي هو 46 زائد اكس ال ناقص 6 كل تربيع. تمام، تمام. وبعد كده هنودي بقى ال 46 دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى عشان نخلي دي لوحدها تبقى اكس ال ناقص 6 تربيع هتساوي 100 ناقص 46 اللي هي ب 36. أنا بقول الحتة دي اكتبها أفضل، بص يا جماعة عشان تشوفوها كده الخطوات قدامكم. أنا دلوقتي عندي الزد بيساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي كل الكلام ده ايه؟ تربيع. ماشي، انا عندي ايه؟ عندي الزد ده ب10 وعندي ايه تاني؟ جذر 8 8 صح 8 تربيع اللي هي الار زائد الاكس ال دي اللي انا عايزه اجيبها، والاكس سي انا كنت حاسباها ب6، كل الكلام ده تربيع. طب يبقى انا قدامي كده اهو معادله سهله جدا وما فيهاش غير مجهول واحد اقدر اجيبه، بس الفكرة ان هي ديت ايه، محطوطة جوه حاجة تانية وجوه جذر. عشان اضيع الكلام ده هعمل ايه؟ تربيع للطرفين، يعني اخد الرقم ده كده اربعه يبقى 100 يساوي، هاخد الجذر ده كله كده واعمل له تربيع على بعضه، هنلاقي ان التربيع ده هيروح مع الايه؟ مع الجذر، يتبقى اللي جوه الجذر اللي هي 8 تربيع اللي هو بكام؟ ب 64 ب 64 ب 64 سوري ب 64 زائد القوس زي ما هو اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع، يتبقى لي لسه برضه عندي تربيع هنا. هعمل ايه بقى؟ هاخد ال 64 دي واوديها الناحية التانية بإشارة سالب، يبقى هنا هيبقى عندنا 100 ناقص 64 اللي هي بتساوي كام؟ 36، والناحية التانية تبقى بتساوي ايه؟ اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع، تنساش التربيع دي طبعا. طب انا برضو ستيل عندي تربيع عايز اضيعه، المرة دي بقى العكس، المرة اللي فاتت كان عندي جذر وعايز اضيعه ربعت، المرة دي عندي تربيع وعايز اضيعه هعمل ايه؟ اسمه
لا اخد الجذر. ما هو بص اه التربيع اخد والقلة الجذر، حاجتين عكس اخد بعض. الجذر. لو انا عندي ده وعايز اضيعه بعمل كده، او العكس يعني. المرة دي بقى هاخد الجذر للطرفين، فجذر الـ36 يبقى كام؟ 6 6. وجذر القوس ده كله يبقى كام؟ الجذر هيروح مع التربيع، يبقى اتبقى عندي ان اكس ال ناقص اكس سي، او اللي هي ناقص 6 يعني، مش هي الاكس سي عندنا كانت ب6، هتساوي 6. يبقى عندنا ان الاكس 6 على سالب 6 لما تروح سالب الناحية التانية دي اصلا اشارتها ايه؟ سالبة. سالب فلما تروح الناحية التانية تبقى بالموجب، يبقى 6 زائد 6 بتساوي 12 اوم. 6 زائد 6 تمام. حد لسه مش مجمع النقطة اللي احنا عملناها دي؟ هو الموضوع بسيط، هو ما فيهاش أي حاجة. احنا بدأنا بالقانون ده اللي هو بتاع الزد، تمام. هو في مجهول واحد اللي هو الاكس ال، أنا جبته لأن كل الحاجات التانية عندي. بس هي الفكرة انت عوضت فيها ازاي؟ يعني ازاي ضيعت الجذر دوت، وازاي ضيعت التربيع اللي هنا والكلام من ده، علشان تقدر تجيب في الاخر قيمة الاكس ال زي ما احنا حسبناها. تمام؟ حد عنده سؤال في الجزء ده؟ لا تمام ماشي. اخر حاجة بقى عندنا في المسألة، هو المفروض ان هو بيقول لي ارسم المتجه ده وقول لي ان معامل القدرة ده متقدم ولا متأخر. طب انا هعرف هو متقدم ولا متأخر ازاي؟ مش احنا عندنا دلوقتي عندي ال وعندي سي، ابنه تمام. ال ال التيار فيه بيتأخر، والسي التيار فيه بيتقدم، تمام. طب انا اعرف بقى، انا عندي الاثنين مع بعض، اعرف اذا كانت الدايره بتاعتي حاليا دي متقدمه ولا متاخره ازاي؟ على حسب فولت مين الاكبر. لو انا عندي، انا دلوقتي في المساله دي عندي الاكس ال ب 12 والاكس سي ب 6، يبقى مين اكبر؟ الاكس إلا ال، متقدم. تمام. الاكس ال هو الاكبر، يبقى اكيد الفي ال هي الاكبر، يبقى التيار بتاعي هيبقى متأخر عن الجهد. ليه متأخر؟ ما هو لو الجهد أكبر اللي بطير بتقدم المفروض. لا بص يا باشمهندس، احنا الجهد والبتاع اللي بنتكلم فيها، انا دلوقتي عندي حاجتين، عندي ال وعندي سي. لو المكثف بتاعي اكبر يبقى انا همشي زي المكثف. المكثف في التيار بيتقدم على ايه؟ على الجهد. لكن لو الملف عندي هو اللي اكتر، هو اللي اكبر، يبقى انا همشي زي الملف. الملف بيبقى فيه التيار، تمام، بيتاخر عن الجهد، خلاص تمام فهمت قصدي حضرتك. تمام. يعني انا بمشي مع عندي اللي هنا قيمته اكبر، ايه؟ بمشي مع اللي قيمته اكبر. لو ال في ال ايوه، بتمشي يبقى مع اللي قيمته اكبر. التاخر، لو ال اكس ال اكبر اللي هو بتاع المكثف يبقى ايه؟ تقدم، تيار متقدم. تمام. خلاص كده المسألة دي، نخش على المسألة اللي بعديها. تمام ماشي. أوكي. أنا مش عارفة ليه الصفحة معمولة كده، بس يعني it's okay. مسألة رقم 4. ماشي. بيقول الملف مقاومته 6 اوم وحثه الذاتي 1/10 هنري، تم توصيله مع منبع 100 فولت و50 هرتز. اول حاجة، يبقى انا دلوقتي عندي الدايرة بتاعتي بس عبارة عن ار
وال، ما فيش سي، ار وال، مديني قيمة الار ومديني قيمة ال، ومديني المصدر بتاع 100 فولت و50 هرتز. عايز يحسب التيار المسحوب وعايز يحسب معامل القدرة، تمام. وبعد كده مطلوب رقم 3، عايز قيمة المكثف علشان يحصل لي معامل القدرة. نخلينا في 1 و2 الأول. طب أنا دلوقتي خلاص اتفقنا إن عندي أدي الـ R، أدي الرسمة بتاعتي، وأدي الـ XL دي قيمته. علشان أحسب التيار، وعايز يحسب التيار، التيار ده بحسبه إزاي؟ بقول إن التيار هيساوي الـ V، يعني أو المصدر على الزد، تمام؟ طب الزد ده عندي عبارة عن إيه؟ الـ R والاكس والاكس ال، الاكس ال احولها لاوم. يبقى برافو عليك، احنا بالهنري. يبقى اول حاجه نجيب اصلا قيمه الاكس ال، احنا عندنا ال بس اللي هي بالهنري، نجيبها تطلع عندنا بواحد يعني 2 باي اف ال، يطلع عندي بواحد وتلاتين واربعة. حد بيقول حاجه؟ الصوت قطع مره واحده. طب انتوا كده سامعني كويس؟ انا سامعك كويس، معلش اخر حته ينفع تعيديها؟ انا يا حاضر. انا دلوقتي عندي التيار، انا عايز احسب التيار، فالتيار الكلي بتاع الدايره هيساوي ال V المصدر على الزد. طب هل انا عندي الزد؟ لا، انا عايز احسبها. طب الزد عندي عباره عن ايه؟ عن اكس ال، تمام، وار. طب انا عندي الاكس ال ولا عندي ال؟ عندي ال. يبقى اجيب منها الاكس ال، الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال، 2 باي 50 في ال ال 1/10، يطلع 31.4 اوم، تمام. بعد كده بقى احسب ايه؟ احسب الزد. ناخد بالنا هنا ان انا ما حطيتش ناقص اكس سي، لان انا اصلا ما عنديش مكثف، تمام. يبقى 6 يعني تربيع زائد 31 تربيع. لو في مكثف هنحط ناقص اكس سي، تمام. يطلع عندنا ده ب 32 اوم، ده الزد الكلي. خلاص جبت الزد، يبقى اقول ان الاي بتساوي في على زد، 100 على 32، هيطلع التيار بتلاتة واحد من عشرة أمبير. ده أول إيه مطلوب. تاني مطلوب عايز مني إيه؟ عايز يحسب معامل القدرة للدايرة اللي هو الكوزاين فاي. احنا خلاص عرفنا إن معامل القدرة ده هو الكوزاين، الباور فاكتور اللي هو الكوزاين فاي. طب ده سهل خالص، القانون بتاعه بيقول لي R على زد، عندي ال R بستة والزد ب32، تمام، يبقى بواحد، تمام، ب18 من 100. طب هو انا ليه انا كتبت لاج يا جماعة؟ لاج يعني متأخر، لاج متأخر. متأخر عشان هنا في الاكس ال، قيمة الاكس ال، ما عنديش سي اصلا، ما فيش اكس سي، فاكيد هو هيبقى زي الايه، زي الاكس ال. متأخر، تمام. طيب طبعا خد بالكم، اصلا الباور فاكتور المفروض هو بيبقى من صفر لواحد، يعني ما ينفعش، عشان بس دي حاجه مهمه جدا، تمام، لازم تاخد بالك منها وانت بتحل المساله. لو انت بتحسب الباور فاكتور ولقيت القيمه بتاعته اكبر من واحد، يبقى انت حاسبه غلط. او لو طلع عندك بالسالب يبقى انت برضه حاسبه ايه؟ غلط. لازم يطلع من زيرو لواحد، وكل ما الرقم ده كان عالي كل ما احسن. يعني حتى دلوقتي بيعملوا اسمه ايه ده، ماشينز وحاجات بيوصلوها بالبيت ومش عارفه ايه، حاجات اسمها باور فاكتور كوركشن، بتحسن الباور فاكتور. يعني يشوف مثلا انت عندك احمال مثلا البيت بتاعك او السفينه او مش عارفه ايه، اكترها ايه؟ اكترها مثلا ملفات، يحط لها مكثفات توازيها بحيث ان هم ايه، يحسنوا الايه، الباور فاكتور. ايوه الله ينور عليك،
عشان يلاشوا بعض يعني الاستهلاك. تمام؟ فهو ده اللي هو هيعمله هنا. اخر مطلوب عندنا قال لك قيمه المكثف، عايز يحسب قيمه المكثف اللي تتوصل على التوالي مع الملف ليرفع معامل القدره الى 9/10. ده اللي حضرتك لسه بتقوليه اهو. ايوه، لو انا دلوقتي احط مكثف قد ايه علشان يحسن لي 9/10 معامل القدره ده يبقى 9/10. خدوا بالكم بقى احنا دلوقتي هنعمل ايه، هنمشي المساله بالشقلوب، هناخد الحته دي بالشقلوب. يعني ايه؟ هو المره دي مديني الباور فاكتور، مديني الكوزاين فاي اللي هو 9/10. هل الار المقاومه هتتغير؟ انا حطيت مكثف، هل الار هتتاثر؟ ايوه، لان هتلاشي قيمه الاكس سي الار الار لا مش هتتغير. لا ايوه، الزد هي اللي هتتغير، المنعه الكليه اللي هتتغير. يبقى انا اجيب الزد الجديده، الزد الجديده هتساوي ار، هنجيبها من هنا، انا عندي اهو، بس نكتبها لكم كده برضه عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم احسن. انا عندي دلوقتي الكوزاين فاي، خليها بالاحمر احسن يا باشمهندس عشان الاصفر ده مستفز شويه. ماشي حاضر. مش ممكن نخليها ازرق اكتر؟ ماشي، اي حاجه تبقى باينه خلاص. ماشي، عندي الكوزاين فاي بتساوي ايه؟ ار على زد. ار على زد. هو قال لي ان الكوزاين فاكتور هو عايزه يبقى 9/10، يعني هنشيل ده كده ونحط مكانه كام؟ 9/10. طب هل قيمة الار عندي هتتغير؟ لا لا. امال ايه اللي هيتغير؟ قيمة الزد، احنا الزد خد بالكم ان هنا كنا عاملينها اكس ال بس، لكن دلوقتي تبقى اكس ال ناقص اكس سي والتربيعة تبقى بره، يبقى فعلا الزد هتتغير. يبقى احنا هنحسب حاجه اسمها، تمام، زد نيو. الار دي زي ما هي كانت بكام عندنا؟ كانت بستة، كانت بستة. طيب يبقى هنحسب حاجه اسمها زد نيو، زد الجديده دي هتساوي ده في ده، ده على ده، 6/9. صح؟ نعم، وسطين في طرفين، وسطين في طرفين تبقى 6/9. 6/9، الله ينور عليك، هتطلع 6 اوم و67. دي الزد. الزد المره دي بقى لما اجي افكها، تمام، هتبقى اللي هو ديت هتساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع. ايه اللي مجهول بقى عندي المره دي؟ الاكس سي، الاكس سي هي ديت اللي انا ايه عايزه اجيبها. نفس الخطوات يعني اللي انا جبت الزد، وبعد كده اجيب القانون بتاع الزد عشان اعوض فيه واطلع المجهول. تمام، نفس الكلام بقى اللي احنا كنا بنعمله هناك. انا عندي دلوقتي الاكس سي دي تحت الجذر، عشان اضيع الجذر ده اعمل ايه؟ اربع تربيع للطرفين، اربع الطرفين، هيبقى 6 و67 تربيع، والتربيع هنا هيضيع الجذر، يبقى بقيت عامله كده. الأرض أنا عندي قيمتها، تمام، 6، هتبقى 36، وأوديها الناحية التانية بإيه؟ بعكس الإشارة، بعكس الإشارة، تمام.
وديتها الناحية التانية بقى عندي اكس ال تربيع ناقص اكس تي هتساوي 8.44%. عايزة اضيع التربيع دي هعمل ايه؟ اجيب الجذر. هاخد جذر الطرفين، جذر هنا وجذر هنا، جذر 8.44 هيطلع 2.9، والجذر ده هيضيع مع التربيع دي، يتبقى احنا عندنا كانت الاكس ال ب 31.4 ناقص اكس سي. هنودي، خد بالك بقى ان هنا ايه، بص ركز في الاشارات، انا عندي الاكس سي هي اللي بالسالب، فهودي دي الناحية التانية كده بالسالب، فيبقى 31 ناقص 2.9 هيطلع 28، يعني هيطلع ده بالسالب وده بالسالب، فالسالب هتروح مع بعض. واخدين بالكم يا جماعة؟ لا معلش، الحتة دي تاني مش بس. هكتبها لكم. أنا عندي دلوقتي وصلت إن 31 واربعة من عشرة، هي رياضة بس يعني، ناقص اكس سي احنا ضعيف في الرياضة. بتساوي 2.9، دي 2.9. أنا دلوقتي عايز أجيب الاكس سي ده، هنقلها بالناحية التانية بالسالب، فهتقبل 31 ناقص 2.91 هتساوي 28. تمام، هودي دي هناك الناحية التانية بالسالب، هيبقى سالب اكس سي هيساوي سالب 31.2 زائد 2.9 هتبقى سالب 28 بوينت 4. دلوقتي بقى اقدر اقول ان السالب دي هتروح مع السالب دي، ويتبقى لي ان الاكس سي بتساوي 28.4. طب جبت الاكس سي، هقول ان السي هتساوي نفس القانون بتاع الاكس سي بس هقلبه، 1/2 باي اف اكس سي. هجيب السي عندي اهي 2/50 28.4 هتطلع لك على الآلة بالمنظر ده، وتقدر انت تحولها لمايكرو فراد. عايز تسيبها كده ماشي، مفيش مشكلة، بس هي المايكرو فراد يبقى شكلها أشيك يعني. ممكن تعيد آخر الحتة الصغيرة دي؟ معلش مش واضحة. اللي هي بجيب فيها الاكس سي هنا على اليمين، دي اللي انا كاتباها بالازرق على اليمين. اه انا دلوقتي قلنا اتفقنا، هبدأها من الاول. طيب انا دلوقتي عايزة اجيب قيمة المكثف، فعشان اجيب قيمة المكثف قلت ان هجيب زد جديدة، زد جديدة زد نيو دي اللي هي فيها المكثف دخل معايا، هو قال لي عايز المعامل القدرة هيبقى 9/10. تمام، فاذا هجيب زد جديدة للكلام ده، الزد دي جبتها طلعت ب6.7، 66%، وعوض في القانون بتاعها، الار هي هي والاكس ال هي هي، امال ايه اللي هيتغير عندي؟ طب استنوا بس عشان الشخبطه دي كلها. تمام، جبت الزد الجديده، عندي الار هي هي والاكس ال هي هي، انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الاكس سي. طب الاكس سي تحت الجذر، عشان اضيع الجذر هعمل ايه؟ هربع الطرفين، نفس الكلام اللي احنا كنا شغالينه المره اللي فاتت، هربع الطرفين تبقى 6.6 تربيع والكلام ده، وعوض عن الار بستة قلنا مش هتتغير، ووديها الناحية التانية بعكس الإشارة بالسالب.
يتبقى عندي هنا ان ايه؟ ان اكس ال تربيع ناقص اكس سي كل تربيع بيساوي 8. 8 و44%. تمام؟ 8 و44%. يبقى احنا عندنا عايزة اضيع التربيع ده كمان، اعمل ايه؟ اخد جذر للطرفين. اخد الجذر هنا، يبقى جذر ده هيساوي جذر ده. جذر 8 و44 هيديني 2.9، والجذر ده هيضيع مع التربيع دي، هيضيعوا بعض، يبقى اتبقى 31.4 اكس سي ناقص اكس 3. هي دي بقى انا كتبتها هنا على جنب. انا دلوقتي عندي المعادلة دي، عايز احسب منها الاكس سي. هقول هنا دي 31.4 ناقص اكس سي هتساوي 2.9، 2.9. انا اول حاجة هودي دي الناحية التانية بإشارة سالب، يبقى عندي سالب اكس سي هتساوي 31 زائد 2.9 تبقى سالب 28.4. وبعد كده الإشارة السالب دي هتروح مع الإشارة السالب دي، يبقى أنا جبت قيمة الإكس سي. بعد كده أجيب منها السي باستخدام القانون بتاعنا اللي هو أهو، السي هتساوي 1/2 باي اف سي، يبقى أنا جبتها. هتطلع السي عندي ب112 مايكرو فاراد. في مشكلة كده؟ تمام المسألة دي؟ نعم تمام كده. طب احنا الميتنج التاني المفروض ان هو ناقص له يعني 5 دقايق ويفصل او 7 دقايق كده. نحل مسألة كمان؟ نحل مسألة الخمسة؟ تمام؟ أريد مش وهيبقى عليكم بقى ريبورت، تحلوا بقى انتوا المسائل، ولو حبيتوا ان احنا نعمل محاضرة تانية عليه ماشي، لقيتوا خلاص الدنيا بالنسبة لكم بقت سهلة ومش محتاجين محاضرة تانية عليه خلاص. بس احنا اهم حاجة الريكورد ده وعايزين ناخده، هناخده امتى؟ هو باشمهندس مصطفى انا بعت لكم الريكورد بتاع المسائل الاولاني اللي هم بتاع الشرح الاولاني، وان شاء الله هبعت لكم برضو الريكورد ده، هحاول اقسمه ولا حاجه عشان يترفع برضو، وان شاء الله كل حاجه تبقى معاكم يعني. خلينا بس مع بعض يا باشمهندس في الحل يعني. ماشي تمام. هو كده الحل مش انا بوضحه معاك خطوه خطوه ولا في مشكله؟ ايوه انت شرحت تمام، بس ما يعني الاستوعاب، بس يعني ما الواحد يعني عايز مع المرة يعني كذا مرة ان شاء الله يعني الوضع يتحسن يعني. مفيش مشكلة، انا قلت لكم انتوا هتاخدوا، انت بص لازم تجرب انت بايدك وتعرف المشاكل فين والنقط اللي انت مش فاهمها فين. انا هقفل كده النهاردة عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، هخلص المسألة دي بعد كده هقفل. تمام، وحضرتك هتحل وتجرب في البيت، ويبقى معاك برضو الريكورد ومعاك كل حاجة، معاك الشرح ومعاك حل المسائل. تجرب في البيت، عرفت تحل كان بيها، ما عرفتش هنعمل محاضرة تانية. تمام تمام. يعني حلهم هم تاني يا باشمهندسة؟ لا هديك مسائل تانية يعني. طيب. الاتنين تحل، الاتنين اللي انا حلتهم الاول تبدأ بيهم، بعد كده هديك مسائل تانية تزودها. ماشي. ملف ايه له مقاومة؟ لا بلاش المسألة دي. مسألة رقم 6 ماشي، ممكن نحل المسألة دي. دي نفس فكرة المسألة بتاعت المرة اللي فاتت. انا عندي هنا ملف له مقاومة 20 اوم وحس ذاتي بالهنري يستهلك 1000 واط.
تمام، عندما يوصل مع منبع 220 فولت و50 هرتز. أول حاجة عايز يحسب قيمة الحث الذاتي بتاع الملف، وعايز يحسب معامل القدرة للملف. طب دي نفس الفكرة بتاعت المسألة اللي فاتت، بس هو هنا المرة دي، المرة اللي فاتت كان مديني التيار، والمرة دي اداني الايه؟ القدرة. طب انا عايز احسب قيمة الحث ال 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 دي ممكن اجيبها منين؟ اجيبها من الزد مثلا، والزد اسمه ايه ده؟ اجيبها من التيار. طب انا عندي التيار؟ لا. يبقى اول حاجة ان انا احسب التيار. هحسب التيار ازاي؟ مش انا عندي القدرة البي؟ القدرة بي بيساوي البي في الاي، والله بيساوي البي على الفي. البي واحنا بنعرف القوانين في الاول قلنا ممكن نقول ان هو بيساوي اي سكوير في ار. الار عندنا ب20 اوم، يبقى نقدر نجيب على طول بقى الايه؟ الاي. الاي تربيع هتطلع ب50 اللي هي 1000 على استعمل... 20. نعم، ما اقدرش استعمل قانون الاي بيساوي بي على في. انهي في؟ هي الفي المنبع بقى. لا الفي هينفع تستخدمها تحطها ار، نرجع تاني فين ال... لا لا لا، مش هو البي بتساوي الفي في الاي يعني في الاول خالص. احنا من قانون احنا قلنا والله عندنا ثلاث انواع من البي. في الاول هنا بص اسمعني، في البي تمام قلنا لها في الاول احنا عندنا مثلثين كده اهو. ايوه، انت دلوقتي عندك الباور تمام، تقدر تستخدم لها قانونين، يا اما اللي هو اي سكوير ار تمام، يا اما من المثلث بتاع الباور. عشان كان عندنا مثلث كده اللي هو البي والكيو والاس تمام، قلنا الضلع اللي هنا ده بيبقى هو الكوزاين، يعني ممكن نقول ان البي بتساوي في في اي في كوزاين ثيتا. هل انت عندك الباور فاكتور او المعامل القدرة عشان تقدر تحسبه؟ لا. يبقى لازم انا هضطر استخدم ايه؟ القانون ده اسهل بالنسبة لي، كل عندي الار موجودة يبقى اقدر احسب التيار على طول. تمام، المقاومة ب20 والوات ب1000، يبقى انا اقدر اقول ايه؟ ان الاي تربيع بتساوي 50، يبقى الاي بتساوي 7.7 ده الامبير. تمام، طب انا دلوقتي بدل ما قدرت جبت الاي، يبقى اقدر اجيب الزد، ومن الزد اجيب الاكس ال. نفتكر ان احنا عايزين نجيب الايه؟ عايزين نجيب ال، فال زي لازم انا اجيب الاكس ال الاول. تمام، كاجيب الزد تمام، انا جبت التيار. بص هنمشي احنا دلوقتي بالشلو، انا جبت التيار، بعد كده اجيب الزد، بعد كده اجيب الاكس ال، والاكس ال اجيب منها الايه؟ ال بتاعتي. يبقى اقول ان الزد هتساوي الفي على الاي، الفي الكليه بتاعت السبلاي اللي هي 220 على الاي اللي هي 7.7 تطلع ب31 اوم. طب انا دلوقتي عندي مكثف؟ لا، انا عندي ار وال بس. يبقى الزد بتاعتي بتساوي ار تربيع زائد اكس ال تربيع. يبقى اقدر اجيب قيمة الـ باشمهندس. باشمهندس اسراء بعد اذن حضرتك، بس هو هاني بيستأذن حضرتك، الباقة تقريبا عنده خلاص اتفصلت ومش راضي يفتح معاه تاني. مفيش مشكلة، احنا كده كده بنسجل وخلاص، دي كده كده اخر مسألة والباقي انتوا هتحلوه، ولو وقف معاكوا حاجة هنعمل لكم محاضرة تانية عليه. تمام، شكرا. تمام، جبت الـ XL تمام، طلعت عندي الـ XL 23.7
يبقى اقدر اجيب ال ال من هنا هتطلع بخمسة.